السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة اكسسوارات مدام هويدا بحييكم. والنهاردة عندنا رول المناديل. الكرتون ده هنعمل بيه منظم للاكسسوارات او لخامات الاكسسوارات. وعندي هنا وعندي هنا شريط لامع، وعندي ورق الفوم، وعندي كرتون. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هقص ورقة كرتون زي دي كده، وهجيب مسدس الشمع وامشي عليها واعملها الزقها هنا في الطبق ده من جوه كده، هوريها لكم. قصتها ولزقتها بالشكل ده كده علشان لما اجي الزق عليها الرول ده يلزق فيها بسهولة. بعد كده هلف عليها ورقة فوم بالشكل ده كده، ده فوم جليتر لزق، هلفه بالشريقة دي كده داير ما يدور، هلفها وارجع لكم. لفتها بقت بالشكل ده كده. هبدأ بعد كده اجيب الرول ده والف عليه ورق فوم، لف عليه كده داير ما يدور بالشكل ده كده. تعالوا نشوف، هنا عندي ستة، ودلوقتي انا لزقت عليهم ورق الفوم. هبدأ ألزقهم في العلبة. إيه هنا العلبة دي في الاماكن الفاضية دي كده، همشي عليها الشريط ده كده وهلزقه بالشكل ده كده. بقت بالشكل ده الاربع جوانب. بعد كده هبدأ ألزق بقى ايه كل واحدة من دول كده، وحواليها ثلاثة. بالشكل ده كده هلزقهم وارجع لكم. لزقت على الجزء ده هنا شريط متري بلامع بالطريقة دي كده، وبنفس الطريقة هلزق هنا. زي ما عملت هنا اعمل هنا، هلزق دي كده. هلزق حواليها التلاتة دول. واصبح ده شكلهم كده. انا لزقتهم كلهم في الطبق البلاستيك. هبدأ بقى ايه الزق هنا حبات اللولي والاستراس. وهلزق بالتبادل كده، مرة استراس ومرة لولي.
لحد ما اخلصها كلها وارجع لكم. بقى ده شكلها بعد ما لزقت عليها اللولي والاستراس. هشوف هبدأ اشوف هنعمل ايه. ودلوقتي هبدأ اشيل الاساور بتاعتي بالشكل ده كده. اساور وحظاظات للحروف والاسامي. ابدأ احط الشمع بتاعي هنا كده. وابدأ هنا بقى ايه احط معاهم إيه ده كيس فيه الدبابيس، ممكن احطه بالشكل ده كده معاهم. انا قدرت احافظ على حاجتي الادوات اللي انا بستخدمها بالشكل ده كده. وابدا هنا بقى احط الخامات بتاعتي. يبقى انا شلتهم هنا اهو. اللي جنبها احط اللولي ده كده. ابقى عارفه مكانها. حط معاها بقيه الاساور. احلى منظم من الرول المناديل اللي كنا بنرميه الكرتون وطبق بلاستيك برضو كنا بنرميه، واستفدت منه في عمل منظم جميل روعة وحلوة قوي. ورق الفوم ومسدس الشمع. بتمنى يعجبكم. بشكركم وبحبكم في الله. وبتمنى ان كنتوا جداد على القناة اتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة. ما تنسوش اللايك والشير. وبحبكم في الله ومع الف سلامة.